هيتجمع في المجموعة دي، ان كل اللي هو واحد يجي في المجموعة دي، كل اللي هو في اتنين يجي في المجموعة دي، كل الثلاثة يجي في المجموعة دي، بيقعد يتناقشوا مع بعضه في الجزء بتاعهم المخصص بقى، ويرشح واحد بس، لما يجي المعلم يقول له يلا قوم اشرح معنى كذا، يقول فلان هيقوم يشرح، هو اللي هيقوم يشرح الجزء بتاعه. طب دور المعلم هنا هي الاستراتيجية دي يعني التخفيف لعبء على المعلم، بدل ما كل دور الفصل عمال يشرح، لا الطلبة تتفاعل وهي بقى تشرح. اما دور المعلم ايه؟ دور المعلم حضرتك هتبقى مركز جدا مع الولد اللي هيقوم يشرح الجزء وهتكمل الجزء بتاعه. ممكن طبعا طالب ايا كان عمره ما هيكون عنده الجزء اللي انت عايز تشرحه كله كامل مكمل، هو هيقدر على قد ما يقدر هيقدر يشرح، انت حضرتك هتكمل الجزء ده. هو متعسده مسألة ممكن يكون في صعوبة في التطبيق بالنسبة للطلبة بعض. بالنسبة لا بالعكس، ده دي هتحفظ الطلبة كلهم، والطالب الضعيف هيبدأ كل واحد في المجموعة هياخد جزء من الدرس. تمام؟ طيب بالنسبة للطالب الضعيف وخد جزء معين كده في حلقة مفقودة في النص. لا مين الجزء الضعيف؟ ما الجزء الضعيف ده لو الجزء الضعيف ده هنا رقم 4 مثلا أو رقم 3 مش مستحيل هيبقى ضعيف هنا برضه رقم 3، ومستحيل هيبقى ضعيف هنا رقم 3، فاهمني؟ لما هيتجمعوا في قاعدة مجموعة الخبراء الضعيف ده هياخد من الشاطر. وعلى فكرة حتى دي ثبتوا علميا ان الطالب بيقدر يوصل له المعلومة أسرع من زميله. يعني ممكن طالب يوصل لطالب معلومة أسرع من المعلم. تمام؟ فلا في قاعدة الخبراء هيبدأ تكمل الجزء المفروض ده يا مستر علي. تمام؟ لما يتناقشوا مع بعضهم في الحاجة الواحدة بس. ما هو لو هيتناقشوا كلهم انت عارف بتقولي هتاخد كل واحد هياخد جزء من الدرس. وبعد كده هو مش هيقدر يحلل الجزء ده بشكل نفسه. ما هو يعني في خطوة تانية يا مستر احمد لو مركز معايا اسمها مجموعة الخبراء، بعد ما بيتناقشوا الثلاث مجموعات بناخد رقم واحد في كل المجموعات بيقعدوا على مجموعة واحدة. ورقم اثنين بيقعد في المجموعه الثانيه، ورقم ثلاثه في المجموعه الثالثه، بنجمع اللي هو واحد 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 مع بعض، اثنين 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 مع بعض. الواحد ده بيبدا يتناقش كل مره، انا فهمت ان الجزء ده مثلا تعريف الصلاه، انا عرفت ان تعريف الصلاه كذا كذا، يقول له لا وانا كمان عارف ان فيها كذا كمان، فبيكملوا بعضيهم. طيب انا شايف ان افضل واحد بيعرف يتكلم فينا انت يا محمد، قوم قول تعريف الصلاه. في وقت ما زميله بيقول ده اسمه معلم صغير، لازم تسمعه ولازم كله عشان هو شرح لما الطلبه يقوم هو ده شرح الدرس. طب خلاص عرف تعريف الصلاه، في حاجه اضافه من المعلم هيضيفها، مفيش حاجه المعلم هيبقى فيه تشجيع ويعزز الطالب، والطالب هيقعد يقوم رقم اثنين يقول الجزء الثاني في الدرس وهكذا لغايه ما ينتهي الدرس كله. طب انا دلوقتي كمعلم عايز اتاكد ان الدرس وصل للطلبه، بيبقى مجهز اختبار صغير معايا بوزع بقى على الطلبه، يبدا يحل من خلال الاختبار بسيط سؤالين ثلاثة على الدرس كمجمل، أعرف إن المعلومة وصلت. تمام؟ دي استراتيجية، دي من أفضل الاستراتيجيات عامة يعني. دي أنا يعني مش فاهمة يعني ده للصف الإعدادي أفضل. لأن مش هطلب من عيل في أولى ابتدائي يقدر يعمل ده كله، لا. دي استراتيجية تكون للصف الإعدادي أفضل. ماشي؟ دي استراتيجية. استراتيجية الورقة والقلم. استراتيجيه الورقه والقلم. طبعا احنا زي ما احنا عارفين برضو الفصل هيبقى مقسم لمجموعات. اول حاجه كتمهيد للدرس، الاستراتيجيه دي تنفع في تمهيد الدرس وتنفع في مراجعه الدرس السابق. بتعمل ايه؟ بتطلب على السؤال بتاعك الحضور، وبرضو فيها تشجيع للطلاب. وبنقسمهم بقى لعبان واحد تمام. دي على حسب تمام. دي اسمها استراتيجيه الورقه والقلم. ده سؤال عايز تجيبه سؤال مفتوح كبدايه درس مثلا، تمام؟ استراتيجيه الورقه والقلم. دي الخطوات بتاعتها. كتابة سؤال مفتوح يقول انا مجموعه من ورقه وقلم، كل مجموعه ورقه وقلم بياخد زمن محدد للتفكير، وبعد كده استراتيجيه العرض والورقه. دي انا يعني افضل كمان الاستراتيجيه ومع حضرتك هتعمل صندوق او علبه اللي حضرتك هتعمله وتخش الفصل وبتروح قايل طالب من الاولاد ان احنا نلعب اللعبه دي مع بعض على اساس احترامك في الفصل، هدوءك في الفصل، تركيزك في الفصل، وكل يعني زي لعبه الحظ كده، كل ما هتجاوب اكتر كل ما هيكون نسبتك في الفوز اكتر. وانا هجاوب وانا اقول لو انا خلال بسال مثلا
ممكن اشرح جزء واقول امين اللي يقوم يشرح لي الجزء بتاعي ده. حط جاوبت وقلت اسئله كتير كتير، جت هنا جاوبت 10 اسئله عادي مفيش مشكله، هي متفاعله معايا جدا في الفصل مفيش اي مشكله. كل ما هتجاوب كل ما هتطبق اكتب اسمها وهطبقها كده واحطها في اخر 5 دقايق واخر 10 دقايق بروح معامله في علبه كده واخلي طالب يسحب ورقه او ورقتين، عايز تحفز ورق طالب تحفز، عايز تحفز اثنين حفز يسحبها. طبعا اللي كان متفاعل اكتر هو اللي نسبته في الفوز هتقدر، تمام؟ فطبعا طبعا عشان هبه كانت اكتر واحده متفاعله معانا، هبه فازت. هبه يا اولاد النهارده اسمها بطله اليوم، متفوقه المتميزه، محدش يديها لها هبه، اسمها المتميزه المتفوقه البطله. اي اسم انت حابه او هي محببه ان هي ترتب بيه حضرتك طول اليوم زمايله هتنادوا على الاسم ده، وهيبقى برضه معاك اي تحفيز بونبوني اي حاجه جميله هو هتديك العلم. استراتيجيه دي العزه والورقه، استراتيجيه خفيفه تنفع لكل الصفوف، جميله خالص وخفيفه، تمام؟ مش ملتزمه بمجموعات دي بس؟ لا مش ملتزمه بمجموعات، هي ملتزمه ان حضرتك هتبقى بس مجهز فصلات الورق دي علشان ما تاخدش وقت في الحصه والعلبه وبس، هي دوت مجرد ما العيل مجرد ما هتقول ان العيل هيجاوب الاسم تروح كاتب الطلب، تروح كاتب الاسم مجرد ما يقول بس الاجابه هتكتب اسمه وتطبقها. وتطبقها كده وفي الاخر على مصداقيه الحاجه يعني، علشان الطلاب كان بيقول لك المستر بيحب ده عشان كده اختاره، لا من المصداقيه تعملها كده وتخلي الطالب هو اللي يسحب. تمام؟ علبة هو اظن الشاغل ممكن اعاقبه بيها. نعم؟ ممكن اعمل بيها عقاب اللي هو ولا المشاغل مثلا يختار رقم والرقم ده بناء عليه عامل مثلا اسئله وممكن يتسال سؤال عقاب. في استراتيجيات ثانيه جايه في نفس المنطلق اللي حضرتك بتقول عليه ده مثلا. تمام استراتيجيه العلبه والورق خلاص؟ تمام؟ رابع استراتيجيه معانا النهارده استراتيجيات البطاقات المروحيه. البطاقات المروحيه دي حتى يعني حاجه احنا حتى كنا بنتعامل بيها في الحياه اللي هي مقابله شويه من الكوتشينه ماشي؟ بتعمل اسئله حضرتك بتبقى كاتب اسئله هنا وتقوم طالب يمسك الورق بالطريقه دي وتقوم طالب تاني يسحب ويعرف من البطاقات يقرا السؤال ويجاوب ويبدل وهكذا. عارفين يعني زي طبعا حضرتك عارفين تفضل. طب الطالب ده رايه بقى تعمل تبدل للطلبه يعني، مش هتفضل طالب واحد هو اللي ماسك الورق كده، لا ممكن واحد يسحب كذا ورقه وبعد كده الطالب ده يقعد ويقوم غيره وهكذا. دي البطاقات المروحيه معايا الاكواب عشان تبقى مطبقه فعليا وحضراتكم تشوفوها. الاكواب بنفس الطريقه شايفينها؟ الاكواب دي بداخلها اسئله، دي بداخلها اسئله حضرتك عايز تعملها في اسئله التقويم براحتك، عايز تعملها في حصص المراجعه برضه براحتك، عايز تعملها في خلال الدرس برضه زي ما حضرتك عايز توصفها وصفها، تمام؟ الاكواب دي بيبقى داخلها سؤال، الولد بيقول يرفع الكوب ويقرا السؤال ويجاوب وبيبقى فيه صندوق فيه تحفيز جنبيه، يقرا السؤال جنبه ياخد التحفيز، ما جاوبش غيره ايه يطلع من التحفيز. استراتيجية من يشحن الدول، وده انا بس هستأذن حضراتكم معايا ثلاثة مدرسين ثلاثة مدرسين مش هنجاوب مش هنقول أسئلة بس عشان بس يبقى ثلاث مدرسات وثلاث مدرسين تمام؟ يعني عشان نخلص على الفوز والزهور.
اللقاء ده يا مس المجموعه دي فتحت السؤال بتاعها. انا دي سالت مستمر سؤال على اعتبار ما عرفتش تجاوبه. معلش على اعتبار ما عرفتش تجاوبه هقول لها سيبي بطاريتك فارغه زي ما هي ما عرفتش. تمام سالت مس مس اسراء جاوبي. بس هنا لو تلاحظوا هنا البطاريه مش كامله الشحن بتاعها مش كامل، لكن هنا البطاريه كامله. المجموعه دي اللي فازت يبقى بشجع المجموعه دي سقف عاليه ليهم ونحفزهم. السؤال بيخرج طبعا وبيجي السؤال اللي بعده للزميل الثاني وهكذا يفضل الطالب معاك.